مرحبا بكم في قناة دي دو سومودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سومودي. هذا النهار ان شاء الله غادي نتكلموا على واحد النبتة اللي في الحقيقة هي النبتة المعجزة بالنسبة للأرانب. يعني شحال من واحد في التربية ديال الأرانب كيحسن فاش في يعني في الأمهات أنهم يعطيوه الحليب. هذا النبتة راه ديما كنهضر عليها أنايا الاسم ديالها وهي التفاف. هذا التفاف هذا راني كنحاول انني كل خطره يعني نقطف هذا التفاف هذا انتم بهذه الكميات هذه. كنحاول انني نعاود ندير لكم فيديو. علاش؟ لان راه في الحقيقه نبته معجزه، انا كنعتبرها نبته معجزه. انتم كما كتشوفوا معايا كل كياكلها. انتم الذكر هو كياكلها، الصغار كذلك، واللي ضروري انهم ياكلوها وهما يعني الامهات. هاد الامهات كونوا متاكدين ان بغيتوا هاد الارانب ديالكم يكبروا بواحد الطريقه سريعه ويكون عندهم مناعه، وما ديرولهمش الادويه ما ديروهاش كاع، وهي هاد النبات هذا. علاش؟ لانه فيه الحليب بغزاره. هانتوما شوفوا سبحان الله، ملي غادي نقرض هكا شوفوا الحليب اللي كتلقاوه في الجذور ديال هاد النباتات هذه. هانتوما شوفوا سبحان الله، هانتوما غادي نقرض، هانتوما شوفوا معايا الحليب اللي كاين في وسط هاد النبته هذه. اي جهه قرطتو كيخرج منها واحد سائل ابيض وهو عباره عن حليب. هانتوما سبحان الله، هاد النبته هذه انا راني قلت لكم فيما كنمشي ندير شي فيديوهات كنحاول انني نعاود لكم هذا الفيديو هذا، لان بغيت الناس انهم يعرفوا اسمه هي تربيه الارانب. تربيه الارانب هو هذا النبات هذا. هذا النبات هذا راه عامر بالحليب سبحان الله. راه يعني انتم كما كتشوفوا معايا راني هذا يعني هذا النتوات اللي عندي راه كلهم عاوتاني ولدوا لي. هانتوما تبارك الله، هانتوما هذه راه والده، هانتوما ها الانثى الثانيه، هانتوما تبارك الله تبارك الله، كلهم غاديين غير بهذا النبات. انا كنقول لعباد الله هانتوما الثالثه، هانتوما ما شاء الله، هانتوما معايا، هانتوما الرابعه. واخا ولدوا في تواريخ مختلفه، ولكن بغيتوا انهم يكبروا بصحه جيده ويتمشوا معاكم يعني وتحسوا بواحد النمو سريع، وبغيتوا ما ديروش ادويه. الناس اللي بغاو كيقول لك بغينا واش ممكن انني نربي الارانب بدون ما ندير الادويه؟ لا، الارانب وهي المناعه، اذا كانت عندهم المناعه قويه ممكن انهم يحاربوا هذاك التسممات اللي كتكون على مر السنه، التسمم الدموي، تسمم فيروسي، تسمم البكتيري، كل شيء. هذا الشيء غادي مع هذا النبات المعجزه، لان يا في الحقيقه يعني لاحظت انني الحمد لله يعني خلفه مور خلفه ما كنلقاش مشاكل الحمد لله. وبغيتكم تنتوما تكون عندكم هذه الطريقه ديال التربيه ديالي، لان راه كل شيء متوقف على هذا النبات هذا. هانتوما الشكل ديالو راه كيكون نبت اما على الجانب ديال الطرقات، اما الناس اللي عندهم الارض كبيره ويعني كاين الماء موجود راه كينبت بدون ما تزرعوه. هذا النبات هذا راه كينبت بدون ما تزرعوه، كينبت غير بوحدو. هانتوما راه كينبت غير بوحدو. هانتوما انا غنوريكم تقريبا الشكل ديالو كيفاش كيكون داير. كتكون هكا بحال هكا، هانتوما، وكتكون طويله واحد شويه. هانتوما كيكون الجوانب ديالو كيبانوا بحال اللي هما مشوكين، وهما ماشي مشوكين، غير الشكل ديالو كيبان مشوك. ولكن حذاري، واحد النبته راه كتشبه لها هي بحالها، ولكن ماشي 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 التفاف. هانتوما الا لاحظتوا معايا راه فيما كنقرضوها كيخرج الحليب، فيما تقرضها كيخرج حليب، يعني هي عامره بالحليب، لا الجذور ديالها لا الاوراق ديالها، كل شيء. انا كان يعني الحمد لله لقيت راحتي في التربيه ديال الارانب في هذه النبته هذه. هانتوما دابا عاد جبت لهم هذا الكميه هذه، وسبحان الله هذه الكميه ماشي من لابد انكم غادي يعني تخليوها تشيبس، لا، كي تقطفوها عطيوها لهم. علاش؟ لان هي ما خصهاش تشيبس، خص هما ياكلوا هاد الاغصان هذه المليئه بالحليب. يعني قدرتوا تعطيوها للامهات راها صالحه،
ما قدرتوش تحصلوا عليها وما قدرتوش تعطيو القطيع كامل، عطيو غير الامهات. الا قدرتوا تجيبوا غير عريش يعني في النهار، يعني واحد 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 كميه هكا، وتعطيوها الارنبه هكا تاكل منها، انتم كما كتشوفوا راها مفيده ومفيده بزاف، لا للصحه ديال الام، لا للصحه ديال الارانب الصغار، لا بالنسبه للمناعه، وكل شيء تربيه الارانب متوقفه على المناعه، المناعه ثم المناعه. انتم انا غادي ندي لهم هاد هاد الكميه هذه، انتم تابعوا معي. ام عاوتاني حتى هادو راهم كياكلوا منها، انتم كل شيء، الكل كياكل منها، انتم الكل كياكل من هاد النبته المعجزه، اللي كنعتبرها نبته معجزه. انتم انا غادي نعطي واحد الكميه، شوفوا يعني كيتخاطفوا على هاد النبته هذه. انتم سبحان الله، هاد النبته انتم شوف غير الريحه ديالها يعني كتهيجهم انهم ياكلوا منها. هذه راه الحقيقه هي الاساس ديال التربيه ديال الارانب، هي هذه. انتم شوفوا معايا تبارك الله، الناس اللي عندهم الارانب ديالهم كيعانيوا من الضعف ديال الشهيه، ما باغينش ياكلوا، اعطيهم هذه النبته هذه وشوفوا شوفوا شوفوا الاكل ديالها يعني كيفاش كيبقاو يديروا معاها. شوفوا سبحان الله، انهم كيبقاو يتركلوا باش ياكلوا. هانتوما شوفوا كيفاش غادي نعطيها لهم. شوف غنبغاو يخطفوها لي من يدي. هانتوما سير راه الماكله تما، سير كون مع خوتك. يلا شوفوا سبحان الله، هانتوما وراهم واكلين، هانتوما راهم واكلين الخبز والذرة وكلش، ولكن هاد النبته هادي بالذات انهم كيموتوا عليها، انهم هادي انا كنعتبرها هي اساس ديال التربيه ديال الارانب. يعني ممكن انكم تعطيوها للذكور البالغين، وخصوصا الامهات. الامهات بغيتوا الصغار ديالكم هكا يكبروا بواحد الطريقه بدون ادويه، انا كنقولها لكم بدون ادويه. انا هاد النبته فين ما غادي نبقى نجيبها نبقى ندير لكم فيديو باش نذكركم باللي راه هاد النبات هذا انتم الفوق ديالو كيفاش كيكون داير، كيكون بحال مورد. انتم سبحان الله كتعطيوها لهم كامله، كل شيء كياكلوا. انتم راها نبته ما كتزرعش، هي غير يعني كتلقاوها في جوانب ديال الطرقات مثلا، وكما قلت لكم الناس اللي عندهم يعني الارض انتم كتكون اما صغيره هكا بهذا الحجم هذا، اما كتكون الارتفاع ديالها عالي، ولكن انتم غادي تعرفوها غير من هذا الشكل هذا. انتم كتبان هنايا بحال مسننه ومشوكه، وهي ما مشوكاش. انتم ممكن انني نلمس فيها، ما فيهاش الشوك، غير الشكل ديالها داير هكا. انتم اي جهه بركتوا عليها كيخرج منها واحد السائل ابيض. انتم سبحان الله، انتم سائل ابيض حليب. انتم سبحان الله، هادشي الا مشات تشربوا هاد الصغار هادو راه غتعطيهم واحد الحيويه بدون ما دير لهم لا فيتامين لا اي حاجه. هاد النبته راه انا كنعتبرها نبته معجزه بالنسبه للارانب. انتم اذا الحلقه ديالنا هي هادي. انا كما كنبغي الخير راسي كنبغيه لجميع المربين مبتدئين محترفين كاع اللي كيربي الارانب، كنبغي له الخير، وخصوصا المتابعين ديالي والمشاهدين ديالي اللي كيبغيوني وكيتابعوني. وكنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناه غاديه بالدعم ديالكم، كنشكركم بزاف. الى اللقاء في الحلقه المقبله، تكيو على زر الجام كيصلكم، وما تنساوناش زر الجرس، وتكيو على زر الجيم ما تنساوناش. الى اللقاء في الحلقه المقبله.